اقرأ في عدد الوطن غداً، تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب. اليوم اجتماع أمناء الحوار الوطني لتحديد منسق المحاور الثلاثة: السياسي والاجتماعي والاقتصادي. توجيهات رئاسية بتطوير الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم. السيسي: العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وركيزة للاستقرار في المنطقة. تودرس لوفد الكنيسة الأثيوبية: النيل في مصر أبونا والأرض أمنا. وتقرأ أيضا في عدد الغد ملف خاص بعنوان: مصر تتسع للجميع. ثلاثة لجان لبحث محور الإصلاح السياسي ضمن جلسات الحوار الوطني. خبراء: السياسة قاطرة لباقي المجالات ونأمل في توسيع هامش المشاركة. برلمانيون يقترحون تشريعات لدمج الأحزاب ضمانة للتطور. الوطن قوة فلسطين.